يواصل المعرض الكتاب استعداداته النهائية لافتتاح فعاليات نسخته الخامسة والخمسين ينطلق المعرض غدا بشكل رسمي وحتى السادس من فبراير المقبل ذلك في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية نصنع المعرفة ونصون الكلمة شعر معرض الكتاب في نسخته الخامسة والخمسين هذا العام يأتي بسمة أثرية خالصة للحفاظ على الهوية المصرية فترى الجميع هنا على قدم وساق يستعدون للانطلاق معرض الكتاب دوت يعني كان حلم للواحد وهو صغير فلما لما أنشأنا دار البحرانية ودخلنا في المعرض من أول سنة اشتراك لينا الحمد لله رب العالمين بنلاقي إن هو ده يعني احتفالية جامدة قوي وخاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب بنشارك في مجموعة كبيرة جدا من الكتب والإصدارات أهمها طبعا الروايات والمجموعات القصصية الدواوين الشعرية مجموعة كبيرة جدا جدا من النتاج الأدبي نتيجة حصيلة سنة كاملة من الجهد الذهني اللي بيستغرق من الكاتب وقت طويل جدا بينتظر معرض الكتاب علشان يبقى سعيد بالنتاج الأدبي بتاعه تم اختيار دكتور سليم حسن هذا العام شخصية المعرض لما يمثله من قيمة تاريخية أثرية مصرية وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالثقافة والقراءة واختيار الكتب بالمعرض بنستعد طبعا بالكتب الجديدة أنا مستعد للكتب الشباب عندي كتب رائعة في التنمية البشرية في كتب في التربية في عندي الكتب إحياء التراث للشيخ محمد متولي الشعراوي تفسير كامل للشيخ الشعراوي عندي متفرقات زي السيرة النبوية قصص الأنبياء الحاجات دي موجودة متنوعين في حاجات كتيرة مجالات كتيرة تطوير ذات كتب روايات أطفال الحمد لله وأكثرها بتبقى كتب مترجمة والكتب دي أصلا الترجمة بتاعتها بتفيد أطفال أكثر في المعرفة بنحاول إن احنا ننمي عقل الطفل مش بنعمل قصه كتب الطفل بس عادي انما لا بيبقى كمان بنحاول ان نحن... احنا نتواصل معاه في كذا حاجة إن هو تنمية عقل وتتنوع المعروضات هذا العام من كتب تاريخية ودينية وأجنبية ومترجمة بالإضافة لفعاليات المعرض التي تعود عليها رواده من مسرح ورسم وفنون مختلفة خلية نحل من دور نشر وأصحاب أفكار ومبدعين وعمال يعملون سويا بهمة ونشاط من أجل الخروج بمعرض الكتاب في نسخته الخامسة والخمسين بأبهى صوره والذي يهدف في الأساس للحفاظ على الهوية المصرية تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة كريم بيبرس التلفزيون المصري